أشوف أنه فعلاً في هذه السنوات اللي فاتت خصوصاً أرى اهتمام أكثر وأكثر بالزراعة، وأرى أيضاً دول تانية تأتي إلى الإمارات للأبحاث الزراعية، لأن المنطقة منطقة رائعة للأبحاث الزراعية. إذا ممكن أنك تنتج شيء تحت هذه السماء وفي هذه الأرض، ممكن أن تنتجها في أماكن كثيرة أخرى. عملنا تحسين جنائي جيد جدا للكينوا، وبالشراكة مع FAO وصلت الكينوا التي طورت بدبي هنا بالمركز إلى أكثر من 30 دولة.